جاي في وقت وظروف صعبة والبلد كلها وأزمة كورونا والعالم وي وي وي، شايفها ازاي يا دكتور الأزمة اللي بتعدي على العالم دي؟ شايفها فرصة لأن الناس تفكر بإيجابية شوية. يعني احنا كان بقالنا كتير بالنسبه حتى للرياضيين ان هو عايز يريح، مواسم متلاحمه مع بعض، ممكن تلاقي في حد رياضي بقاله 10 12 سنه ما بياخدش اي فتره راحه، فهي فتره راحه ايجابيه بس لازم يفكر فيها بايجابيه. لو فكر فيها بايجابيه هيبقى الموضوع مختلف تماما. يعني شعوري بان انت قلت ان دي فتره ايجابيه دي حاجه كويسه جدا بالنسبه لي كرياضيين. الحمد لله. طبعا. تابعت تاجيل الاولمبيات ازاي؟ الشكل اللي حصل أجل الأولمبياد سنة والناس كانت بتستعد وفجأة انقطع وهنأجل كمان سنة. بص حضرتك، الأولمبياد احنا كنا متابعينها، يعني الأحداث يعني اتغيرت، كان كل يوم تقريبا من الصبح بالليل بيتغير الأحداث. تمام. فاحنا كنا متابعين جدا التغير في الأحداث وبنحاول نواكبه، لأن احنا على طول بنشتغل بخطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى، فكان لازم إن احنا على طول نواكب الأحداث اللي بتحصل. فالحقيقه احنا كنا حاسين ان موضوع الاولمبياد هتتاجل، لان كل شويه بيطلع تصريح ان في منتخبات وفي دول مش هتبعت البعثات بتاعتها، وتوماس باخ كان بيطلع ياكد يقول لا ممكن تبقى في مكان في ميعادها، يطلع رئيس وزراء اليابان يقول لا هتتاجل. فيعني احنا كنا حاسين ان هي ممكن في طريقها للتاجيل، وده حصل. يعني لازم نتعامل مع الوضع اللي حصل. التعامل مع الوضع بالنسبه للدكتور حق وبالنسبه للاعبين حاجه ثانيه. اللاعبين كنت بدات الاحمال بدات تطلع، لان احنا النهارده شهر 3 اكيد الحمل بيطلع، واكيد حاجه هتشرح لنا ده، وفجاه بينقطع ده واللعيب بيخش في مراحل نفسيه مختلفه وبيتضايق، لان لعيبك انت عارف سفر رايح جاي، تدريبات فيها عنف، حاجات كتيره جدا اتغيرت. اللعيب يقدر يواجه المشاكل دي ازاي؟ طبعا بالنسبه للعيب حاجه صعبه جدا. التوتر اللي حصل بعد الازمه بتاع كوفيد 19 بتأثر على اللعيب، وبيقولوا ان التوتر اصلا ده هو الحاجه الاساسيه لكل المشاكل النفسيه اللي ممكن تحصل. فاللعيب حصل له توتر جامد، توتر لحاجتين، اول حاجه ان هو بيبقى خايف من ان هو ممكن ما يرجعش للليفل بتاع فتنس او اللياقه البدنيه اللي كان وصل له واللي هو طلع بيه جامد جدا وكان قبل الاولمبياد باربع شهور. والحاجه الثانيه ان هو بيبقى قلقان من هو مش عارف بكره في ايه، يعني الفيروس هو مش فاهم طبيعته، اول مره يتعرض لحاجه زي كده في حياته، فمش عارف يبقى في ايه، فهو بيتعرض لضغوط نفسيه من الحاجتين. بلس بقى بعد كده ممكن نبقى نواحي بقى ان هي بتاثر على ان هو اللعبه اللي بيحبها او الحاجه اللي هو بيشارك فيها، ضغوط ماديه وات ايفر، كل دي بتاثر عليه بطريقه او باخرى. فطبعا هو الدور ان هو لازم يعني يفكر فيها بحاجه ايجابيه. خلاص هو زي ما احنا بنقول، احنا كنا على طول بنتكلم في ان انا عايز اريح، انا عايز اريح، انا تعبت، انا في ستريس جامد. فاللي هيفكر فيها بالجزء ده ويبتدي يطلع منها، وان هي فتره انه يقعد مع عيلته، يقعد يمارس ما كانش قادر يمارسها، لان احنا الضغوط النفسيه اللي بيتعرض لها الرياضي، يعني بالذات الرياضي الاولمبي، عنيفه جدا. بيفضل على طول في تركيز مستمر، في تدريب مستمر، حياته الشخصيه تقريبا بتتوقف قبل الاولمبيكس. ما بيشوفش عيلته، ما بيقدرش يمارس حياته الطبيعيه، فهو بيبقى فيه فرصه ليه ان هو لا بالعكس ستيب باك كده وبعدين خطوه لورا ويبتدي ينظم حياته تاني.